اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله. قوة الفراسة، إن الله سبحانه وتعالى يعطي بعض الأشخاص قوة فراسة يعرفون بها ما في قلوب الناس من لمحات وجوههم، وبل أكثر من ذلك، ويعطيهم الله سبحانه وتعالى استنتاجات، بيكون عندهم قدرة على الاستنتاجات لا تخطأ أبدا. الفراسة الإيمانية هي الظن الصادق والصائب الناشئ من تثبيت النظر في الظاهر لإدراك الباطن، إلهام من الله سبحانه وتعالى، ونور يقذف الله سبحانه وتعالى في قلوب من يشاء من عباده. وأمور تانية كتيرة جدا ستندهش منها، والأشخاص اللي ربنا بيمن عليهم بهذه النعمة بيتميزوا بعلامات واضحة ممكن تكون عندك، ولو عندك العلامات دي لكن الفرصة عندك ضعيفة، إزاي تقدر تنميها أضعاف أضعاف مضاعفة؟ ده موضوع ليك النهاردة، بتمنى أنك تركز معايا فيه لأن بجد هتستفاد منه كتير جدا. الحمد لله والصلاة والسلام على نبي الله. أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الفيديو ده بإذن الله تعالى هكلمك عن الفراسة الإيمانية، أو القوة الروحانية، أو الحاسة السادسة، أو الخاطر الرباني، أو المكاشفة النورانية، سميها كما شئت، ولكن في النهاية مضمونها واحد، ولا يمتلكها إلا الأشخاص الطيبين الذين لم يدخل قلوبهم ذرة كبر ولا غل ولا حقد، وعلى ربهم يتوكلون. وإياك ثم إياك أن تنشغل بمعايير الناس، ده مليان خصوصية وجواهر. ممكن تشوف شخص بسيط جدا لكنه بيجالس سيدنا النبي كل يوم في منامه. الفراسة الإيمانية قوة روحانية خارقة، حين يكون القلب موصولا بالله والجوارح كلها عاملة بطاعته، يقذف الله في هذا القلب نورا يميز به بين الحق والباطل وبين الصادق والكاذب، ويرى في الحقيقة بنور الله، يرى أشياء وتخطر على باله أشياء حقيقية. وروي عن الشافعي ومحمد ابن الحسن إنهم كانوا بفناء الكعبة ووجدوا شخص على باب المسجد، فقال أحدهم أراه نجارا، وقال الآخر أراه حدادا. ولما سألوا الرجل قال كنت أعمل نجارا والآن أنا أعمل حدادا. هو ده حديث سيدنا النبي اتقوا فراسة المؤمن فإنه يرى بنور الله. وعلشان تتأكد إنك من هؤلاء الأشخاص هناك علامات واضحة، وأهم العلامات دي الخواطر بحدوث الأشياء، حتى يظن البعض إنك موهوم أو مجنون، وفي النهاية تحدث بالفعل. هذا فضل من الله سبحانه وتعالى، وهذه من أهم العلامات التي تؤكد لك إنك تمتلك هذه الهبة من الله عز وجل. وأيضا من أهم العلامات التي يتميز بها هؤلاء الأشخاص لا يخدعون أبدا، عندهم نظرة ثاقبة واستشعار صادق، وهذه الأشخاص دائما تحاط بأخبار وخواطر ودلالات ترشدهم إلى الصواب في كل أمورهم، ويكتشف بعد ذلك إن اختياره وقبوله على الأمر أو العكس كان صحيحا. أما إذا كنت من هؤلاء ولكن هذه الهبة والخاطر الرباني عندك ضعيف، فنصيحتي ليك إنك تكثر من الصلاة على سيدنا النبي عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أصحاب ذكر الصلاة على سيدنا النبي بيسمعوا ما لا تسمع ويروا ما لا ترى. ذكر الصلاة على سيدنا النبي نور، ومن أهم الأذكار التي تقوي وتزيد من الحاسة السادسة والفراسة الإيمانية والخاطر الرباني أيا كان اسمه، زي ما شرحنا في أول الفيديو. أفضل ذكر مخصوص ليها هو ذكر الصلاة على سيدنا النبي، فنصيحتي ليك أكثر من الصلاة على سيدنا النبي، ستزيد عندك أضعاف مضاعفة وسترى بنفسك إن شاء الله تعالى. والمعاصي والعوذ بالله تعمل على العكس، ولكن الطاعة والاستقامة وجهاد النفس كلهم، وطبعا مع ذكر الصلاة على سيدنا النبي بعد كبيرة، بتزيد عندك أضعاف مضاعفة. والله الموفق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.